الجوارح والعواد والرجال مجد عنوانه فروسية وصيد جافلات ما تزبنها التلال يوم ساق جفالها طير عنيد بالثرى حد بالبطون اللي هزال لاهثات ما يعجزها البعيد وعين حر شبهوها المثال عين اخو شمة ذرى الراي السديد تستفز الصيد في جو ورمال هدة يكسر بها القلب البليد طلقة صابت كما راي الجزال قبلها عين تسددها تصيد الهواية موقد لطيب الخصال في رجال الهيل في دار النشيد رملها ساحة لتدريب الفعال القديم ورثه جيل جديد أشهد أن الصيد والرزق الحلال خصلتين لراعي الصيت الحميد استوديو خاص لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية على قناتي أبوظبي الرياضية وأبوظبي الإمارات.